قبل زمن بعيد في القرن الحادي عشر الميلادي في مراعي إثيوبيا الخضراء كان في شاب يرعى الأغنام اسمه كالدي. في يوم من الأيام لاحظ كالدي أن الأغنام تتصرف بطريقة غريبة جداً، شافها نشيطة وتجري على غير عادتها. استغرب وسأل نفسه شو اللي اختلف اليوم؟ فانتبه إلى أن الأغنام كانت تأكل في ذلك اليوم من نوع غريب من الحبوب الحمراء الصغيرة اللي ما شافها من قبل في المراعي. راح كالدي إلى الدير القريب من المرعى وكشف سر الحبوب الحمراء للناسك الموجود هناك. فقرر الناسك أن يختبر فعالية هذه الحبوب بنفسه. جمعها في وعاء وسخن شوية ماء وصبه فوق الحبوب. جرب الناسك المشروب الغريب هذا فوجد بعد فترة أنه يساعده على التركيز والتخلص من النعاس في الساعات الطويلة اللي يقضيها في أداء الصلاة. ومن الناسك الأثيوبي انتقل هذا المشروب إلى اليمن ثم مصر ثم تركيا ثم إلى جميع أنحاء العالم. حد بيسأل هل صارت هذه القصة فعلاً؟ مش مهم، المهم أن القهوة صارت اليوم ثاني أكثر سلعة تداولاً في العالم بعد النفط. تصوروا كل هذا بفضل مفعولها السحري في تزويد الإنسان بالطاقة والنشاط، وصارت تسمى بالذهب الأسود. ومع تقدم العلم معظمنا صار يعرف أن سر هالنشاط غير محصور فقط في القهوة، وإنما في مادة موجودة في مشروبات الطاقة والشاي وأشياء كثيرة. هالمادة اسمها الكافيين، وبما أنها مادة فخلونا نتكلم عنها بصيغة المؤنث. يستهلك العالم سنوياً حوالي 118 مليون كيلوغرام من الكافيين من خلال القهوة والشاي والكاكاو والمشروبات الغازية وغيرها من منتجات. وفي كل يوم يتم استهلاك أكثر من 2.2 مليون كوب من القهوة. لذلك يصنف العلماء الناس اللي تستهلك كميات كبيرة من الكافيين على أنهم مدمنين على المخدرات، لأن الكافيين بحسب العلماء هي نوع من المواد المخدرة بسبب تأثير اليقظة اللي تحدثه في الجهاز العصبي. تعرفون ليش نحب نشرب القهوة والشاي وايد؟ أو خلنا نكون صريحين، ليش نحب الكافيين وايد؟ بقولكم، بس أول خلوني أخبركم عن مادة كيميائية سحرية تنطلق في الجسم اسمها أدينوسين، وهي مادة تساعد الإنسان على الاسترخاء. تنطلق الأدينوسين من الخلايا العصبية وتتراكم بين خلايا الجسم. هذا التراكم ما يتم بشكل عشوائي، لأن هناك مراصد دماغية اسمها مستقبلات الأدينوسين تلتحم فيها جزيئات يقيس بها الدماغ نسبة هذه المادة في الجسم بشكل دقيق. لما تسجل هذه المستقبلات ارتفاع معين في نسب الأدينوسين يبدأ يشعر الإنسان بالنعاس تدريجيا، وهذا اللي يفسر إحساس الشخص بالتعب واحتياجه إلى النوم في فترة الليل. لما ما تنام بشكل كافي وتقوم من النوم شو تحس؟ بالخمول والنعاس، صح ولا لا؟ لما تروح المكتب وتكون تعبان شو تسوي؟ تطلب إما قهوة أو شاي. أنا شخصيا أخذ القهوة. طيب ليش؟ لأنك لما تشرب أي من هذين المشروبين اللي يصير هو أن الكافيين اللي فيهم تدخل في جسمك وتتوجه إلى الدماغ وتحديدا إلى مستقبلات الأدينوسين. هالمستقبلات تتملكها حالة من الارتباك بمجرد التقاء الكافيين فيها. ليش طيب؟ لأن تركيبة الكافيين تشبه تركيبة الأدينوسين في تركيبتها الكيميائية، فتتفتح مستقبلات الأدينوسين وبالتالي ترتبط فيها جزيئات الكافيين، وهنا تكشف الكافيين عن وجهها الحقيقي. طيب شو اللي تسويه الكافيين؟ هذه مستقبلات الأدينوسين، تأتي الكافيين وتسكر المستقبلات، وبعدين لما يأتي الأدينوسين المسكين ويحاول يدخل يلقاها مسدودة فيرحل، وبالتالي جسمك ما ينتابه النعاس والكسل. بس الكافيين ما تكتفي بهذا، بل تقوم بتفعيل المواد الكيميائية المحفزة للطاقة مثل الدوبامين، فتشعر بالنشاط والحيوية. بقدر ما أثرت القهوة على ذائقة الشعوب عبر التاريخ، بقدر ما تعرضت بالمقابل للكثير من الظلم حتى من عشاقها، لأن الصورة النمطية السائدة تاريخيا عن القهوة أنها مثل الكثير من المتع الآنية، تعطيك نشوة مؤقتة
وبعدين تراكم في جسمك الآثار الجانبية. ظلت صورة القهوة كمشروب ضار صحياً محل اتفاق عالمي إلى أن جاء فريق باحثي من النرويج في الثمانينات من القرن الماضي ودق أول مسمار في نعش هذه الصورة لما أعلن أن القهوة تبدو وكأنها تساهم في التصدي لأمراض الكبد. ومن بعدها توالت الدراسات اللي أنصفت القهوة وأثبتت آثارها الإيجابية المتعددة على صحة الإنسان. الدافع الأساس للاعتقاد في بداية الأمر من زمان بالتأثير الضار للقهوة بحسب رأي طبيب القلب آرثر بلاتسكي اللي أمضى عقود من حياته في البحث عن تأثيرات القهوة هو اعتقاد الناس في مرحلة من المراحل بأن أي مادة تؤثر في الجهاز العصبي فهي بالتالي تكون ضارة للجسم. هذا الاعتقاد بدأ يتلاشى لما اكتشف الباحثون الاختلاف اللي يجعل من تعاطي الكافيين عملية إيجابية مقارنة بالكوكايين مثلاً. الكوكايين يتسبب بالدرجة الأولى في إفراز الدوبامين من مركز السعادة في الدماغ بينما يدمر تدريجياً الخلايا الأخرى، وهذا هو سبب حالة النشوة اللاعقلانية اللي تكون مسيطرة على المدمن. أما الكافيين فتفرز الدوبامين من قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن الوعي والتخطيط واتخاذ القرارات، وبالتالي فهي ما تحسن من المزاج فقط بل أيضاً تحسن عملية التفكير الإدراكي وتساعد على اتخاذ القرار الصحيح. أكيد تلاحظون أن قهوتكم الصباحية تعطيكم سعادة ويقظة وانتباه، صح ولا لا؟ هذه السعادة ناتجة عن ارتفاع الدوبامين المحسن للمزاج. طبعا الدوبامين حد يقول انه هرمون، هو مادة كيميائية يسمونها هرمون، ومع الوقت يتحول هذا الشعور المؤقت بالسعادة إلى حالة طويلة. ليش؟ لأن الاستخدام المستمر للكافيين هو أحد العوامل اللي تقينا من الاكتئاب. وفي اليابان توصلت مجموعة من الباحثين إلى أن الكافيين تزيد من قدرات الذاكرة. هذه النتيجة دعمتها دراسة أخرى حديثة من جامعة جون هوبكنز في أمريكا، بيّنت نتائجها أن 200 جرام من أقراص الكافيين ترفع من مستوى تدعيم الذاكرة، يعني تقريباً كوبين ونصف من الإسبرسو كل يوم، وخصوصاً في 24 ساعة اللي تلي شرب القهوة أو الشاي. وفي دراسة أجريت على أشخاص عمارهم فوق 65 سنة خلوا بعضهم يشربون قهوة بكافيين بعد الظهر وآخرين يشربون قهوة بدون كافيين ديكاف، فوجدوا أن القسم الأول كانت ذاكرتهم أفضل. قلنا قبل شوي أن اللي يشرب أشياء فيها كافيين يرفع الدوبامين في جسمه، صح ولا لا؟ طيب حد بيقول شو الفائدة من الدوبامين؟ تعرفون مرض باركنسون؟ هذا المرض نابع من فقدان الدماغ لهرمون الدوبامين الضروري جدا للأداء الحركي والإحساس بالسعادة. إنزين، لو قلنا أنك أنت تشرب 4 كواب من القهوة كل يوم، شو اللي بيصير في دماغك؟ في عام 2012 عملوا دراسة اكتشفوا أن الناس اللي يشربون 4 كواب من القهوة يوميا ينخفض عندهم احتمال الإصابة بباركنسون أكثر من الأشخاص اللي يشربون قهوة مثلا مرة كل كم من يوم. إلى جانب مرض باركنسون، فالكافيين تحمينا من العديد من أمراض الشيخوخة مثل الخرف. مجموعة من الباحثين راقبوا 32 مسن يعانون من صعوبات في الإدراك وبدأوا يدخلون في مرحلة الخرف، فأخذوا عينات من دمهم وفحصوها. اكتشفوا أن معدلات الكافيين في دمهم تساوي نصف الكمية الموجودة في دم الآخرين اللي ما أصابهم هذا المرض. العلماء استنتجوا أن القهوة محارب شرس لأنواع متعددة من مرض السرطان، لأن فيها مركبات اسمها بوليفينولز تعزز جينات إصلاح الDNA في خلايا الجسم. هذه الجينات أساسية للحفاظ على السلوك الطبيعي للخلايا وحمايتها من التحول إلى خلايا سرطانية. هل تعرف أن حبة القهوة هذه ممكن أنها تحارب سرطان الكبد؟ معظم أنواع السرطان اللي تحاربها القهوة بحسب كثير من الدراسات اليوم هي من ضمن الأنواع الأكثر انتشاراً في العالم، مثل سرطان الجلد والقولون والرحم والكبد والبروستاتا، لدرجة
ان بعض الاطباء يحرصون انهم يوصفون القهوه حق الناس اللي عندهم سرطان الكبد. الكافيين ماده غريبه تحارب امراض ما تخطر على البال، فهي الى جانب ما ذكرنا فانها تجنبنا نوبات الصداع وتسهل عمليه التنفس للمرضى اللي عندهم الربو، وتقلل من مخاطر تكون حصوات في الكلى، وتحسن ايضا من اداء الكليه في تنقيه السموم، وتحارب الزياده في الوزن. لكن انتبهوا، تراها ما تقلل الوزن. اذا العلم خلانا ننصف ماده الكافيين المظلومه ونكتشف انها منجم من الفوائد. لكن هالماده هل غيرها من المواد الغذائيه اللي ممكن تسبب اثار سلبيه على صحه الانسان؟ يعني مثلا اذا شخص عنده مشكله في ضغط الدم، عنده ضغط دم مرتفع، وشرب في اليوم 250 ملغ من هالماده من الكافيين، يعني تقريبا كوبين قهوه، فهذا بيخلي الضغط يرتفع عندي بشكل كبير من ساعتين الى 3 ساعات. قلنا قبل شوي ان شرب 4 أكواب من القهوه يوميا يساهم في الوقايه من مرض باركنسون، لكن ترى هذا هو الحد الاقصى في اليوم، حد من الناس جسمه ما يستحمل، يمكن كوب واحد يكفيه. وفي دراسه عملوها في مايو كلينك في امريكا، اكتشفوا بان الناس اللي يشربون اكثر من 4 أكواب في اليوم نسبه تعرضهم للوفاه المبكره تزداد عن الاخرين ب 21%. لو في شخص شرب في اليوم الواحد 75 كوب قهوة أو 180 كوب شاي، فاحتمال كبير أن يموت مباشرة. تعرفون ليش؟ لأن الجرامات من الكافيين الموجودة في هذه الأكواب إذا دخلت الجسم في يوم واحد تتحول إلى سم قاتل. وقد حد يقول ومنو هالمينون اللي بيشرب هالكثر قهوة في يوم واحد؟ تعرفون من؟ كاتب وروائي فرنسي اسمه بلزاك، عاش من زمان في القرن 19. يقال أنه كان يشرب في اليوم الواحد 50 كوب قهوة علشان يكتب، حتى مات متسمما بالكافيين. أنا شخصيا ممتن جدا للكافيين للقهوة بشكل خاص، لأنها كانت رفيقة العمل المخلصة في كثير من المراحل اللي خذناها في إنتاج هذا البرنامج. وأنا متأكد أن مادة الكافيين اللي ساعدتنا نشتغل بتركيز ويقظة وربما إبداع راح تساعد كثيرين منكم بنفس الفاعلية. لكن متى؟ إذا حرصتم على تعاطي هذا المخدر الإيجابي المعدلات الطبيعية، يعني من كوب إلى كوبين في اليوم.